مشاهدينا حلقة جديدة من هنا ليبيا، أهلا بكم. فرع السلامة بطبروق يشتكي قلة الإمكانيات. معاناة أهالي منطقة جدار. موسم فاكهة المانجا يعلن عن نفسه بسبها. طلب منتسبو فرع جهاز السلامة الوطنية في طبرق بضرورة النظر في حال الفرع وتقديم الإمكانيات اللازمة لتأدية العمل. نتابع. نقدر مجهوداتكم وجهودكم من أجل الرفع من مستوى هيئة السلامة الوطنية وتحسين وضع الأعضاء والأقسام والوحدات للقيام بعملهم بأحسن وجه، ولكن لدينا بعض النواقص والإجراءات التي تم مخاطبة الإدارة بها عدة مرات ولم يتم بها أي إجراء، ونحن ضباط وضباط صف وأعضاء قسم هيئة السلامة الوطنية طبرق نطلب من سيادتكم النظر في مطالبنا لتحسين ظروف العمل المتمثلة في النقاط التالية: 1- المقر وهو قديم ويحتاج إلى صيانة وزيادة الغرف ودورات المياه لاستيعاب عدد أعضاء الغفارة. 2- الإعاشة لا تأتي سوى تموين جاف بسيط، ونضطر إلى جمع مبلغ مادي من الأعضاء لتوفير الوجبات ومياه الشرب أثناء تواجدنا في الغفارة. 3- لدينا نواقص في الملابس والمهمات التي تستخدم في عملية الإخماد لحماية الأعضاء أثناء تأدية واجبهم. 4- صيانة سيارات الإطفاء وزيادتها لتغطية المساحة الجغرافية للمدينة ووضع جميع المعدات التي تساعد رجال الإطفاء وتوفير مصدر مياه داخل القسم مع تحلية المياه المحافظة على الآليات من التلف والصداء. 5- لدينا فروقات درجات لم تصرف لنا عن 10 سنوات أسوة بمديريات الأمن لدينا. 6- علاوة التمييز والخطر تم النص عليها في قانون المرتبات الجديد ولم تدرج حتى الآن في الراتب. 7- التأمين الصحي تم إحالة المستندات الخاصة بالتأمين الصحي للأعضاء منذ 2 سنين ولم يصدر حتى الآن. 8- التسويات الإدارية والمالية تم إحالة المستندات الخاصة بتسوية المرتبات وفق آخر درجة، ولكن معظم الأعضاء لم تسوى مرتباتهم حتى الآن، والتسويات العلمية معظم الأعضاء لم تتم تسوية شهاداتهم العلمية. 9- هناك أعضاء تم إيقاف مرتباتهم لأخطاء في الرقم الوطني وتم الإفراج عن مرتباتهم ولم تدرج القيمة المالية عن سنوات الإيقاف، علما بأن تم إحالة جميع المستندات التي تؤكد استمراريتهم في العمل عن السنوات التي كان الراتب فيها موقوف. 10- لدينا أعضاء متوفيين منذ فترة ولم يتم البث فيهم من حيث إصدار قرار شهداء الواجب. 11- الأعضاء الذين يتم إحالتهم للضمان الاجتماعي لبلغهم سن التقاعد يوجد لديهم مستحقات لم تصرف لهم وتأخير في ربط معاشهم الضماني. وأخيرا نرفض الحضور بالبصمة إذ لم تتوفر هذه المطالب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منتسبي قسم هيئة السلامة الوطنية طبرق. تجولت عدسة برنامجنا برفقة الزميل عبد السلام خليفة في منطقة جدار التي تبعد عن مدينة جدابية والبريغا 40 كيلومتر. هذه المنطقة تعاني من عدم وجود كهرباء منذ أكثر من 45 عام، كما تفتقر لكل الخدمات ورغم الشكوى المستمرة من السكان. فلنشاهد. الاسم احمد وحيد ابو قنيه، مختار محله منطقه جدار، وانا المسؤول عن المنطقه. فعندنا مشكله هنا يعانون فيها الناس من حوالي فوق ال 45 سنه. في ناس هنا من سنه 80، في ناس من سنه 85 قاعدين عايشين هنا من دون ضي. بدون ضي بكل، الضي هذا الحاجه الاساسيه، يعني الضي والميه والطريق هذين الحاجات الاساسيه يعني للحياه ولل للمواطن. الأساسيات هذينا ما فيش حاجة غيرها. يعني الضي يعني خطبنا جرينا كلمنا ما صار شيء بكل، اللي كلموه كله يسيبنا، اللي نحكوا له كله يقول باهي ويعدنا الحكومات هذين كل اللي فاتن. وصل في سنة 2019 وصل من منطقة الأربعين اللي عند منطقة مرير قابس ووقف.
ونحن هنا منطقة جذار تبعد عن منطقة أمرير قيبس. منطقة جذار هي شرق مدينة البريقة بحوالي 30 كيلو، وغرب مدينة جديبية بحوالي 30 كيلو، جاية في النص المنطقة هذه. فتم يبعد علينا الكهرباء عن منطقة أمرير قيبس، يبعد علينا 6 كيلو متر بالضبط. خطبنا المسؤولين، عديت أنا شخصيا، تواصلت مع المجالس البلدية كم مرة في مرة، فخذيت الوعود، بس الوعود تأخذ وعود، ما صار شيء فأيسنا. فأولا نشكر سيادة النائب مصطفى أحمد بقوشة، نائب عن دائرة الرابعة في مدينة جدابية، نشكره ونحييه في اللقاء على قناة كم الوسط، وبارك الله فيه وإن شاء الله في ميزان حسناته، أنه هو يجري على الحاجات الأساسية اللي هنا كيف الضي وكيف المية وكيف العلاج. جانا مهندسين، أنا رئيس الشركة الدولية للكهرباء، هم تواصلوا معنا في خلال من أسبوع، تم توفير المواد أو قدامكم تشوفين مواد الكهرباء بالكامل، وإذا كان المحولات وباقي الدبش الآخر تم توفيره، وإن شاء الله هنبدأ نقوله في هاليومين، يا بكرة يا بعد بكرة في الكهرباء. هذا الإعمار والاستقرار اللي يحكوا عليه، هذا شفناه تو بارك الله فيه، يعني في خلال من أسبوع قلت لك شفنا الدبش وشفنا المواد، وحيبدوا بكرة، بكرة يا بعد بكرة يبدو. قاعدين الشركة جت وصلت هنا ونزلت موادها، ويا بكرة يا بعد بكرة تبدأ بإذن الله تعالى. نجح طارق الميار في استكمال مشروع والده المتوفي لزراعة أشجار المانجا في مدينة سبها، وقام طارق بالعناية بها من أجل زيادة زرع تلك الأشجار حتى أصبح إنتاجه يدخل إلى الأسواق في مدينة سبها. عدست هنا ليبيا مع مراسلنا رمضان كرمفودة، زارت مشروعه فلنشاهد. مشروع المانجا هذا بدأ فيه الوالد الله يرحمه في 2006، كانت 4 شجرات، وفي 2010 حصلت كمية من مشروع الكفرة، مشروع بكر يونس، 1200 شتلة، مجموعة أصناف يعني حوالي 32 نوع. هي الوالد من محبين الأشجار المانجا والأشجار بصفة عامة يعني، وكانت الزراعة متاعها في الكفرة ناجحة، والأرض رملية والأرض هنا رملية، فكانت الفكرة أن نجرب زراعة المانجا الله يرحم الوالد، وبعدها قمنا بإنشاء المشروع هذا، وماشي في تطوير فيه إن شاء الله، كل مرة نتعلم شيء جديد، وكل مرة صادفنا بعض العوائق ونجتازوا فيها بنجاح الحمد لله. العوائق هي في نحن عندنا مشكلة نعانوا منها في الجهة هذه، اللي هي الأرض اللي نحن نسمى بالعامة الحشيشة متاع الديس، وبعدين عندنا مشكلة المواد الزراعية يعني، سواء من الأسمدة، سواء من المبيدات، سواء من العناصر اللي تضاف لأشجار المانجا. فالمانجا معروفة هي أنها تأخذ في نسبة حديد، وتأخذ في زيوت النحاس، وتأخذ أنواع حاجات واجدة يعني. والله ما قدرش نعطيك الأسماء لأن مانيش حافظها كلها، لكن الأنواع التمار اللي نحن جنيناها من المحاصيل ما يقارب عن 36 نوع حاليا توا. بالنسبه للمانجا مجرد ما تبدا في الانتاج نتاعها يبدا كل يوم يزيد العدد نتاعها. طبعا احنا الاصناف اللي عندنا من عند شهر 9، ونحن ما نحاولوش ننحوا التمره من الشجره يعني هي خضراء، لان لما تنحيها خضراء كيف ما تجيك من مصر لما تزرعها ما تنوضش، لكن توا احنا نحاول نخلوها ان الزراعه نتاعها تكثر في الجنوب. وعندنا في السوق الجديد اللي نزلوا فيه باستمرار غادي، فجيتهم خليط من انواع الاشجار المانجا اللي هي غريبه تعتبر في المنطقه يعني. في انواع للعصاير زي الشجره اللي وريتها لكم قبل شوي، وفي انواع اللي جمعت اللي عندهم امراض السكر، في انواع على حسب ما رينا في الفيس يقول لك تستخدم للناس اللي تبي تنقص وزنها والامور زي هذه. فاصناف كثيره هي موجوده، هي الارض ما شاء الله يعني بالنسبه للجنوب اي شيء تزرع فيه ينوض. المشاكل بالنسبه للزراعه بصفه عامه، نحن من يوم اختفنا الجمعيات الزراعيه بدينا المواطن يعاني. زمان كانت البومبه نتاع المزرعه ال 10 حصان ولا ال 15 حصان ما تفوتش حق ال 1500 جنيه. تو بدينا البومبه اللي هي ال 15 ولا ال 20 ولا 30 حصان تهدرز انت وياه في ال 12000 8000،
هذا كان حصلته نوعيات رديئة يعني مش من النوعيات اللي هي جودة. الأسمدة كذلك المركب اللي كنا ناخذ فيه القنطار ب 12 جنيه تو ال 400 450، اليوريا ما تلقاهاش، يعني حاجات واجدة بالنسبة للزراعة تحس إن كان حرب ممنهجة للجنوب في الزراعة، إنما تنتجش إنما تديرش. ونتمنى إن الناس تلم على بعضها ويأخذوا موقف في ما يتعلق بالخدمة متاعنا اللي هي خدمة الزراعة. فاصل ونعود، ابقوا معنا. توجت البطلة الليبية ريتا جسائح بالميدالية الفضية في مسابقة رمي القرص بدورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر، وقد أحرزت البطلة الليبية ريتا جسائح الميدالية الفضية على الرغم من معاناتها في الإصابة بشد مصحوب بتمزق، حيث بذل الأطباء جهودا متواصلة من أجل تجهيزها خلال الساعات التي سبقت خوضها المنافسات، وتحاملت البطلة الليبية على نفسها لتحرز الميدالية الفضية وترفع علم ليبيا في دورة الألعاب العربية. وحول هذا الموضوع تنضم معنا البطلة الليبية في لعبة رمي القرص ريتاج السائح. مرحبا بك ريتاج والحمد لله على سلامتك، وحدثينا عن كواليس هذه المشاركة وظروف إصابتك. طبعا بداية نمس عليك الله يسلمك. الحمد لله يعني انصبت قبل البطولة بيوم أثناء التمرينات تدريبات اللي ما قبل المنافسات، وقدر الله ما شاء فعل. طبعا أكيد شيء هذا مدام رايد الله أكيد خيرا لي، والحمد لله. بس أنا صريت إني نلعب، الدكاترة في الجزائر والدكاترة الليبيين منعوني إني نلعب، بس أصريت إني نلعب وقلت لهم إني نلعب يروح، فداروا لي الإجراءات العلاجية ما قبل المنافسات. قدرت نرمي رمية واحدة من 6 رميات، الحمد لله حصلت على تفضية أقل حاجة، روحت لبلادي وإني رافع علمها واسمها. هرم من إني أروح الألم، ممكن الألم الرجل يشفى ويتعالج، لكن ممكن لو روحت من غير مدالي ألم، يعني ألم الداخلي مش حنقعد طول عمري إني متألمة على المدالي هذه، لأن كل مدالي لليبيا تنضاف كل ما نسعد ونرتاح نفسيا إني قدمت واجب الوطني اللي نشتغل عليه من عمري 10 سنوات. طيب ريتاج، بعد هذا كل اللي درتيه أكيد يعني كيف شفتي رد فعل المتابعين ليك في هذه الأزمة؟ مش قلت لك فيها خيرة؟ يعني أنا قبلها بأسبوع جايبة ميدالية الذهبية في المغرب، وصار عليها دوة وصارت ناس تدعم في ريتاج، لكن سبحان الله الناس تابعتني وعرفت أكثر في الفضية أكثر من الذهبية. لأنها خيرة من عند الله الحمد لله، وشفت الناس وشفت محبة الناس وشفت التفاعل، مش حتى في صفحتي بس حتى في الصفحات الثانية في التواصل الاجتماعي، فما فيش تعليقات سلبية، كلهم يقولوا لي سلامتك أولى، وكلهم شكرا وهي في مقام الذهبية، والحمد لله يعني الحمد لله هذا من رب الحمد لله. طيب ريتاج، يعني كلمينا على التجهيز اللي يسبق أي بطولة بالنسبة ليك كلاعبة. طبعا هو التجهيزات اللي قبل البطولات، تجهيزات أنا والدي نمشوا للتمارين، روح من التمارين، قلت أكيد يعني كنا نعرف في قلة الدعم للألعاب الفردية، لكن أقل شيء نقدر نوصل عربيا وإفريقيا وطبعا عالميا، أكيد هو سهل العالمية بس بدعم من الدولة. نشكر الناس اللي وقفت معاي يعني في قبل المنافسات، الاتحاد الليبي لعب القوة، حتى هو ما عندهش ميزانية لكن كان متواجد شبه يوميا معاي في التدريب. الحمد لله يعني الحمد لله قدرنا نوصلوا للذهبيه والفضيه خير من اني ما شاركتش يعني. نعم. طيب برغم يعني الصعوبات اللي انت تكلمت عليها، يعني شنو هي الامكانيات اللي تتمني ان هي تكون متاحه لك باش تشاركي في المسابقات القادمه؟ شوفي احنا من الالعاب الفرديه ما عندناش كادر طبي زي الالعاب الجماعيه يكون معاهم كادر طبي للاسف. يعني انا في اثناء التمرينات اللي قبل المنافسات في التدريب العام في التدريب الخاص، من المفترض اني انا اقل شيء ناخذ جلستين مساج في الاسبوع، فانا من سنه ما درتش مساج، اذا ليش العضله مرهقه يعني نرهق العضله من كثر التمرينات، لكن الحمد لله يعني ربي
يعني حاجات بسيطه نصبنا فيها، لكن اتمنى ان يكون في كادر طبي، كادر نفسي، كثره المعسكرات، كثره الملتقيات، لان حتى لما الطقس يتغير والبيئه تتغير اكيد يعني ديما نتمرن في ليبيا، يعني ما نطلعش نتمرن برا، فلما الطقس يتغير حتتغير علي انا يعني كتدريب كاداء العضلي الوظيفي كذلك، لان البيئه لها دور، المناخ هيك فهمتي. نعم. فنتمنى من الدوله يكون الدعم اللي 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 يستحق الالعاب الفرديه، مش كاريتاج صحيح. انت لو تشوف البطولات الالعاب الفرديه هي من تتوج بالذهب وبالفضه واقل شيء البرونز، فهمتي؟ ف ان شاء الله ان شاء الله يا رب يشوفونا ويحسوا بينا ان احنا نخدموا للوطن ونخدموا لليبيا ومش لمصالح شخصيه، يعني حتى لما نبوا دعم نبوا دعم باش نكملوا، مش نبوا دعم باش نبنوا مستقبلنا يعني مثلا خارج الرياضه. البطلة الليبية في لعبة الرمي القرص ريتاج السائح، كنت معنا، شكرا لك. عقدت ورشة عمل بعنوان الاتجاهات الجديدة في التخطيط التربوي بالتعاون بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة واللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم وجامعة بنغازي، وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية التخطيط التربوي ودواعي الاهتمام به وتعريف المشاركين بأحداث الاتجاهات والممارسات في هذا المجال. هذا البرنامج يعتبر من البرامج المقترحة من اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، حوالي 5 برامج تم موافقة عليها من قبل منظمة الإيسيسكو، ومن بينها برنامج ورشة عمل حول الاتجاهات الجديدة في مجال التخطيط التربوي. فهذا البرنامج تمت الموافقة عليه ورشة العمل وتم تنفيذها، أو أمس كان أول يوم الافتتاح تنفيذها في مدينة بنغازي بالتعاون مع جامعة بنغازي ومركز البحوث والاستشارات. فهذا الموضوع يعني الهدف منه هو طبعا تقوية قدرات الوطنية في مجال التخطيط التربوي، كذلك الوقوف على الاتجاهات الجديدة في مجال التخطيط التربوي، ومستهدفة اللي هو مخططي التخطيط ومسؤولي التخطيط التربوي ووزارات المعنية والجهات ذات الصلة. طبعا هذه الورشة تضم حوالي 25 مشارك مستهدفين ومستفيدين من هذه الورشة، إلى جانب استعنا بخبراءنا الوطنيين، اللي هو قدمنا حوالي 4 خبراء لمنظمة الإيسيسكو بالسي في السيرة الذاتية، وتم اختيار طبعا الدكتورة ابتسام العبار وكذلك الدكتور رمضان مؤطرين مدربين لهذه الدورة. فأمس تمت انطلاق برنامج هذه الورشة والافتتاح، وبدأنا في الجلسات العلمية من أمس، واليوم استكمال للبرنامج الزمني بمحاوره اللي تمت الاتفاق والموافقة عليها من قبل المنظمة. فالأمور كلها تمام بعون الله، اليوم وبكرة حتكون جلسات علمية، ومن بعد حيكون جلسات علمية واختتام وتوزيع شهايد. فنسأل الله التوفيق للجميع في هذه الورشة. فاطمة الزهراء عموم، شاعرة ليبية من قرية زلة بفزان، انطلقت إلى أروقة الشعر في ليبيا وبيروت ودبي. القصة كاملة ترويها فاطمة لعدستهن ليبيا مع زميل رمضان كرمفودة. فاطمة الزهراء عموم شاعرة، نكتب الشعر الفصيح وعندي محاولاتي كيف الشعر الشعبي. أنا يعني بداية مسألة الكتابة، كتابة الشعر، أنا في الحقيقة أول ما كتبت كتبت قصة قصيرة، بديت بكتابة القصة، بعدين كتبت المقال لفترة، بعدين كتبت شعر شعبي، بعدين كتبت شعر فصيح، ورجعت نكتب الشعر الشعبي والشعر الفصيح في نفس الوقت. فمسألة الكتابة هي مسألة بحث عن الذات بالنسبة لي، وفكرة أني أنا كل مرة نحاول أني نكتب شيء جديد، هي كل مرة نحاول أني نصنع فاطمة جديدة ونصنع رؤية مختلفة لنفسي.
يعني مسألة أني أنا حاليا قاعدة نكتب القصيدة الفصحى بشكل أكبر، نكتب أيضا في القصيدة الشعبية بس بشكل أقل، ما نعرفش ممكن بكرة فاطمة عموم تكتب شيء آخر غير الشعر أصلا. فوين وصلت أو وين بنوصل، وين وصلت أنا منش عارفة وين وصلت بالضبط لعند توا، بس نعرف أني وصلت لمكان جميل جدا، وأنا قاعدة في موقع نعتقد أنه هو مكاني وموقعي وسعيدة به. يعني بالنسبة للمشاركات، والمشاركة الأخيرة في أمير الشعراء هي تدرج، يعني بعد العديد من المشاركات وفي مهرجانات على الأقل داخل ليبيا وشوية برا ليبيا، فخطوة أمير الشعراء هي كانت خطوة منتظرة بالنسبة لي أنا، بس كانت مؤجلة لأسباب أنا كنت نراها يعني تستحق التأجيل. فاطمة بنت القرية هي نفسها قاعدة، أنا ما تغيرتش، ويعني مسألة إن أنا ابنة قرية، القرية القرى هن يعني هن بداية الفن، وهن أهل الفن الأصيل وأهل الشعر العذب الجميل على الأقل بالنسبة لي أنا ومن وجهة نظري. يعني خروجي من زلة هو خروج متوقع جدا، يعني مكان طلع قبلي شعراء واجدين وطلع فنانين حتى وإن كانوا غير معروفين بالنسبة للعالم، لكن هم معروفين على الأقل على النطاق الضيق. زلة اللي احتضنت مهرجان زلة لمدة 10 سنوات، فطبيعي إنها تخرج فاطمة وتخرج غير فاطمة، يعني وتخرج ممكن لي أفضل مني بواجد. كيف واجهت المدينة؟ هي مواجهة القرى أصعب بمراحل من مواجهة المدن، لأن باعتبار إن أنا أعتقد إن المدن مهيئة أصلاً باش تستقبل الجايين من القرى ومن غير القرى يعني. فأنا نعتقد إني أنا نتاج طبيعي جداً للأرض اللي أنا طلعت منها. الديوان هو أيضاً فكرة كانت يعني مرت بعديد من المراحل، وبالنسبة لي أنا الديوان كان مفاجأة جميلة يعني جداً. أنا صحيح كنت قدمت الديوان للطبع وراجعتها أنا الأستاذ محمد المزوغي أكثر من مرة، لوحة الغلاف وعنوان الديوان خطها لنا الخطاط الجميل محمد الخروبي، وقعد الديوان يعني مركون من 2020 تقريبا كان جاهز، بس أنا كنت كل مرة نأجل في الموضوع يعني باعتبار مخاوف الكاتبة والشاعر إنه لازم يطلع بشكل أفضل، ممكن يكون قابل للتعديل بشكل أفضل، ممكن نخرج فيه حاجات أجمل من هيك. فالديوان كان مفاجأة من مكتبة طرابلس العلمية، أشرفت عليه طبعه وتوزيعه الأستاذة فاطمة حقيق مشكورة، هي والسادة اللي قاموا على حفل التكريم وطباعة الديوان، ويضم مجموعة من القصائد حوالي 23 قصيدة تقريبا. قبضة من رمل هو تشكيلة من كل القصائد اللي أنا كتبتها، أو من أفضل القصائد اللي أنا كتبتها وكنت أعتقد أنها الأفضل. قبضة من رمل هو اسم وعنوان قصيدة، يعني القصيدة اللي فزت فيها بجائزة الشيخ طاهر الزاوي في 2019، وفي قصائد عن الغزل، في قصائد عن الوطن، في قصائد عن الحب وعن السلام وعن الطفولة وعن ذكريات وعن أشياء واجدة يعني. فهو تشكيلة جميلة يعني. ساعات تروي شاعرينيات، وساعات مكسوراتها بتضمها، وساعات مضطربة في عز سكاتها، وساعات بالدوشة تنفض كلها فبمزنها، واركب على موجاتها كيف ما تجيك تجيك. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، أمسية طيبة وإلى اللقاء.